وللمتابعة ينضم إلينا من الأشرفية الخبير الإعلامي والإعلاني رمزي النجار. أستاذ نجار، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. برأيك يعني ما هي الشوائب التي تعتري فعلا الإعلام اللبناني، وهل الرؤية الموضوعة اليوم لقانون حديث ومؤمل هي رؤية يعتد بها؟ تفضل أستاذ رمزي. شكرا ماجد. خليني بس بلش موضوعيا بما يعرف بمهنتنا بالديسكليمر، يعني ببيان مسبق لعدم الحكم على النوايا. أنا ما سأدلي به ليس سياسيا ولا علاقة له بأي نقد للحكومة أو لوزيرة الإعلام اللي بكنلا، مثل ما هي بتعرف كل الاحترام، ولا لرئيس الحكومة ولا لأي حدا يتكلم بموضوع قانون الإعلام. ولكن في المطلق في مشكلة كتير كبيرة، ويمكن بوضع لبنان هي مشكلة مزدوجة. أولا لبنان بالمطلق معودين نحن أنه قانون الإعلام هو شغلة تقع دائما في مشكلة الكيدية والسير مزور، مثل ما بقولوا الخياطة على الإياس، يلي بتنتهي بالآخر على تطبيق مزاجي استنسابي. وانتو كمحطة خير من يعرف وشو دفعتوا تمن هالموضوع، وبنعرف انه عودة الام تي في كانت على وعد ان لا يكون بعدها في قوانين اعلام بالمفهوم الاستنسابي. اما عالميا ما في شيء اسمه قانون يحفظ حرية التعبير. اذا بدنا نحكي بشكل علمي ودولي وعالمي، فينا نقونن الاعلام ولكن ما فينا نعمل قانون اعلام. مشكلة زيادة انه عم يحكوا بقانون موحد. كيف معقول قانون موحد للاعلام المكتوب والمسموع والمرئي والتواصل الاجتماعي؟ هذا شيء مستحيل. ورابعا وهذه شغلة كثير أساسية، هن كلهم عم يعترفوا مع احترامي والنايب رئيس لجنة الإدارة والعدل الصديق جورج عدوان، عم بيقول إنه الإعلام بيتغير بكل لحظة. طيب لما تعمل له قانون مع ثاني يوم رح يتغير، يعني هذا القانون رح يكون قانون جائر من ثاني نهار. فبالمطلق لما عم نحكي بشوائب الإعلام، نعم في شوائب بالإعلام، فيها القدح، فيها الذم، في الفيك نيوز، في عدم المصداقية، في تسخير الإعلام وتسييسه. ولكن لكي نعالج هذه المواضيع ثم الضرورة أن نتغير التفكير في الحكومة من وضع قانون إعلام إلى قوننة الإعلام عبر شرعة مهنية، عبر إطار سلوكي، وعبر قوننة لقوانين ذات تأثير على الإعلام. يعني بعطي مثل، فيك تعمل قانون لصيانة السمعة وتمنع فيها القدح والذم، وفيك بالشرعة تحط عقوبات بشكل أنه تدفع غرامات إذا أنت خرقت الشرعة. أما قوننة أو وضع قانون للإعلام فهذا يعني أن يضعوا الإعلام في قفص. ما في عصفور بينحط بقفص وبدال عصفور. شكرا جزيلا للأستاذ رمزي النجار.